تعذيبها لخدمتها في التسعينات، وفاء مكي بتشكو من الجوع والفقر. تصدرت وفاء مكي ترند محرك البحث جوجل وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتيرة قوي بتحكي عنها في الساعات القليلة الماضية عن استغاثتها، وإن هي بتطلب الشغل وبتستغيث للرئيس، وبعد ما كشفت عن الحالة المادية والديون المتراكمة عليها في الوقت الحالي، وقلة الأعمال الفنية المعروضة عليها بعد خروجها من السجن مباشرة. كانت وفاء مكي تحدثت عن الحالة المادية السيئة اللي بتعيشها في الوقت الحالي بتصريحات إعلامية قائلة إنها بلا مصدر رزق، وبالتحديد بعد خروجها من السجن، بالإضافة لعدم قدرتها على توفير الطعام لعيلتها، حيث إنها الأيام الماضية ظلت تجمع الجنيهات، يعني 5 جنيه، عشان توفر وجبة عشاء من كيس عيش لسد جوع والدتها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات السابقة في حياة وفاء مكي بشأن دخولها إلى السجن وابتعادها عن الأضواء بالتزامن مع تصريحاتها بصدد قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها. وجاء ذلك بعدما اتهمت بتعذيب وكي خدمتيها البنتين اللي كانوا شغالين عندها. وبدأت أزمة الفنانة وفاء مكي مع الخادمتين سنة 1998 عندما فصلتهم من العمل بشكل مفاجئ ورجعوا إلى عائلتهم، ليتبين إنهما تعرضا لآثار الضرب والتعذيب والكي من جهة وفاء مكي، مما أدى للتقدم ببلاغ ضدها بتهمة تعذيب الفتاتين. وعن السبب الذي جعل وفاء مكي لفعل ذلك، قالت بنت من البنات، يعني من البنات اللي كانوا شغالين عندها، إن هي تعرضت للتعذيب لأنها أخبرت زوج وفاء مكي بأمر ما، وهو ما تسبب في كل ذلك، حيث تشاجر مع زوجته. وبمجرد تفاقم الأمر تدخلت والدة وفاء مكي وقامت بتقييد الخادمة مروة، وقامت وفاء مكي باستخدام سكين ساخن وعذبتها بالكي في جسدها، وأجبرت وفاء مكي الخادمتين على تسجيل اعتراف بسرقة مشغولات ذهبية وخاتم ماس. كل هذه الجرائم لقت اللي بيدعمها. هند عاكف تدعم وفاء مكي، عيب ايه اللي بيحصل ده؟ دعمت الفنانة هند عاكف عبر حسابها الرسمي بموقع الفيسبوك الفنانة وفاء مكي بعدما تصدرت الأخيرة ترند بسبب حديثها عن تراكم الديون عليها وظروف المعيشة الصعبة اللي بتمر بيها في الوقت الحالي. وكتبت هند عاكف: قضية جيل بالكامل، أحب أضم صوتي لصوتك يا وفاء، أدعم الفنانة وفاء مكي وأدعم كل زملائي وجيلي بجد اللي اتظلم وقاعد في البيت، حرام وعيب قوي اللي بيحصل ده. وقالت: هو لازم نطلع نتكلم ونشتكي ونشرح ظروفنا وأسرار بيوتنا على السوشيال ميديا عشان نشتغل من مين المسؤول عن ذلك، والإمتى هيستمر الوضع الغلط ده؟ إحنا جيلنا تعب كتير وشال مسلسلات وأعمال فنية كتيرة ناجحة. وقالت: بطالب المسؤولين عن صناعة الفن وعمل المسلسلات والأعمال الفنية إن هم يتدخلوا بسرعة لوجود حلول سريعة لحل هذه المشكلة اللي بتهدد حياة كتير من الفنانين والمبدعين، وبيكون في عدالة في توزيع الأدوار في المسلسلات والأعمال الفنية على جميع الممثلين. بجد إحنا في أزمة كبيرة، كارثة بمعنى الكلمة. ما هو سبب حبس الفنانة وفاء مكي من 10 سنين؟ تفاصيل القضية جريمة أثارت الجدل. الفنانة المصرية وفاء مكي تصدرت محركات البحث في الأيام الأخيرة بعد الظهور في تصريحات صحفية مجددا وكأنها بتواجه أزمة اقتصادية كبيرة منذ سجنها قبل نحو 25 عام. تعود قصة قضية الفنانة المصرية وفاء مكي إلى عام 1998 عندما استقدمت الفتاتين مروة وهنادي، كانتا خادمتين لها، لكن بعد 3 سنوات توفيت إحداهما بعد أن عادت إلى قريتها بعلامات التعذيب الشديدة على جسدها.
وبعد تدهور صحتها قالت الفتاة لعائلتها إن الفنانة وفاء مكي عذبتها بالنار وأحرقت جسدها بالكامل، مؤكدة تعرض فتيات آخريات للتعذيب. وقررت أسرة الفتاة رفع بلاغ اتهام الفنانة وفاء مكي، أنا مش عايزة أقول كلمة فنانة يعني، وتوجهت للطب الشرعي لتثبت تعرض الفتاتين للتعذيب الوحشي على مدار 21 يوم. وكشفت الخادمة سبب التعذيب الوحشي وأكدت إنها بلغت زوج الفنانة قصدي وفاء مكي بشيء تسبب فيه تشاجر الزوج مع زوجته، الأمر اللي هو أدى إلى تفاقم حالة وفاء مكي، يعني جننتها. بس إيه هو يا ترى اللي هي قالوا يعني عليه ده؟ وأوضحت إن والدة وفاء مكي قيدت يد خادمتها مروة وأجبرت ابنتها على استخدام سكين ساخن وعذبتها بمكوى على جسدها، ثم أجبرت الخادمتين على الاعتراف بسرقة مصوغات ذهبية وخاتم ماس. وفرت وفاء مكي مع أسرتها لمدة أسبوعين، هربت لمدة أسبوعين، لكن الشرطة وقفتها في النهاية وأخدتها للمحكمة، وحكمت محكمة جنايات شبين الكوم عليها بالسجن 10 سنين مع الأشغال الشقة وسنة واحدة لكل من شارك وتعويض مادي. وقالت وفاء مكي مؤخرا لوسائل الإعلام المصرية منذ أيام بتقول إن ابنها جائع وليس عندها فلوس، وقلت له إنني هجيب لك الطعام، وفضلنا نجمع جنيهات من المنزل حتى أحضرنا كيس عيش. يقولون ماذا ما حدث لي كان بسبب ما فعلته، بيسألوا ايه اللي حصل لها ده بسبب ان هو يعني افعالها الوحشة هي ده اللي خلاها وصلت للدرجة دي. واجابت على جميع الشمات وقالت طب ابني ذنبه ايه؟ ابني ملوش ولا حول ولا قوة عشان يتعاقب، وليه ما تقولش ان ربنا احب عبدا ابتلاه علشان يشوف مدى صبره وتحمله. وقضيتي بقى لها 23 سنة وعملت بعدها بطولات ومسلسلات. وأكدت وفاء مكي إن الفن هو مصدر رزقها الوحيد، لكن بسبب الديون المتراكمة عليها غير قادرة على دفع تكاليف علاج والدتها المريضة أو الطعام اليومي الذي يقدم لها، ولم يكن هناك أدوار فنية منذ سنوات. على الرغم من ذلك فهي لا تقبل الأعمال التي لا تتطابق مع تاريخها الفني. فيا ريت يا أصدقائي الأعزاء تقولوا لي إيه رأيكم في القضية دي، هي فعلا يعني ربنا مثلا بيعمل معاها كده عشان خاطر يعني إذا أحب عبدا ابتلاه، ولا تكفير عن اللي عملته في البنات، ذنب البنات اللي راحوا في منهم بنت توفت، فيعني مش عارفة هي بتتكلم كده إزاي، يعني مفيش أي رحمة ولا إنسانية في اللي هي عملته أبدا. انا شايف ان رايي كده ان دي واحده ما عندهاش اي انسانيه ولا دين حتى ان هي تعمل كده بنتين في كانوا في الوقت ده يعني في سن الطفوله. وطبعا الخطا من اهاليهم ان هم يشغلوا بنات زي دول في بيوت ناس، يعني بنات ما همش ذنب في كل اللي بيحصل ده. هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريتكم تكتبوا لي رايكم ايه في التعليقات، تقولوا رايكم ايه، وانا برحب بكل الاراء. وطبعا ديت وجهات نظر، كل واحد حر في وجهة نظره، اللي شايف ان هي صعبان عليه ماشي، اللي شايف ان هي تستحق كل اللي هي فيه، يعني كل واحد يقول رأيه، والحرية طبعا مطلقة. يعني يا ريت تشوف قناتي اول مرة، اشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك ومشاركة للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.